خلال الفترة اللي جاية. طيب نروح تعال نروح بقى لتوفيق زميلنا توفيق في النادي الأهلي وهيغطي لنا كده أجواء النادي الأهلي الرمضانية عاملة إزاي. تعال نروح لتوفيق وأهلا بيك يا توفيق معانا على الهوا. مساء الخير الزميل العزيز عبد الرحمن ناجي، كابتن اسلام الشاطر، تحياتي ليكم وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. كل سنه وحضراتكم طيبين وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان طيب وبخير. خلاص يعني ايام قليله بتفصلنا على عيد الفطر المبارك، يا رب يجعلها ايام خير وسعاده، وزي ما كنت بتقولوا في مقدمتكم تكون خير وسعاده على جمهور النادي الاهلي في كل وقت باذن الله رب العالمين. الدنيا عامله ايه عندك يا توفيق؟ يعني احكي لنا كده والنادي الاهلي وصلنا لفين والامور عامله ازاي؟ كعادة النادي الاهلي دايما يا كابتن اسلام مفيش وقت للراحه، بتوصل للدور قبل النهائي في دوري ابطال افريقيا، ولكن طبعا عندك بطوله تانية بتفكر فيها كالعاده، انت داخل فيها وانت حامل اللقب بتحاول تحافظ على لقبك العام الثاني على التوالي وتحقق طبعا لقب فوق ال 40 بطوله. بطوله الدوري العام على طول مفيش اجازه بعد مباراه سيمبا الجمعه، امبارح كان في تدريب على طول، الفريق استأنف تدريباته بشكل مباشر، يمكن امبارح كان المجموعه الاساسيه لعبت مباراه سيمبا بشكل كامل، استكفت بس بتمرين استشفائي وعلاجي كده في الجيم خفيف، ولكن بقيه اللاعبين خدوا تمرين قوي جدا مع مستر مارسيل كولر. زي ما احنا بنتكلم دايما يا كابتن اسلام اتكلم مع اللاعبين، خلاص يعني يمكن اخر حاجه كانت في مباراه سيمبا ان بس عمل محاضره بالفيديو كده اتكلم مع بعض الامور الفنيه داخل مباراه سيمبا مع اللاعبين، ولكن بعدها تم اغلاق هذا الملف تماما واغلاق ملف دوري ابطال افريقيا. عندك ثلاث مباريات غايه في الاهميه في بطوله الدوري، بدايه ان شاء الله من مباراه الغد امام انبي المقرر ليها 10 مساء على استاد القاهره، المباراه المؤجله من الاسبوع 16، بعد كده عندك مباراه زد، ثم مباراه الزمالك، ثم باذن الله بعد كده نفكر في مباراه مازيمبي في الدور نصف النهائي لدوري ابطال افريقيا. كالعاده برضو بتحافظ على لقبك للعام الثاني على التوالي انك حامل اللقب في كل بطوله بتدخلها، الحمد لله رب العالمين، ربنا يديمها علينا نعمه. يمكن النهارده التدريب يا كابتن اسلام كان في محاضره نظريه كده مستر مارسيل كولر مع اللاعبين، من بعدها على طول بدات التدريبات، كانت طبعا تدريبات قويه جدا بدنيه، ومن بعدها على طول تدريبات الكره. حالا وانا مع حضرتك دلوقتي في تقسيمه بيختتم بها استعداد الفريق باذن الله لمباراه امبي، من بعدها ان شاء الله هيختار مستر مارسيل كولر قائمه من 22 لاعب للمبيت باحد الفنادق القريبه من استاد القاهره اللي ان شاء الله يحتضن بكره المباراه ما بين الاهلي وامبي. كل التوفيق ان شاء الله ان كل تعليمات الجهاز الفني تتنفذ، اللاعبين يكونوا موافقين، واي 11 لاعب اختاروا من الجهاز الفني للبدء في مباراه الغد ان شاء الله يكونوا موافقين. عاوز كمان اطمنك على المصابين، يمكن خلاص كان ياسر ابراهيم كمان اليو ديانج عاد للتدريبات مره اخرى، يمكن الجري النهارده حوالين الملعب في يعني اخر مراحل برنامجهم التاهيلي والعلاجي، كمان عمر سيد معوض بدا الجري حوالين الملعب موجود مع الفريق، محمد الشناوي ماشي ببرنامجه التاهيلي والعلاجي بشكل اكثر من رائع، بيتمرن برده بالكره على خفيف قبل بدايه المران كل يوم يا كابتن اسلام، ولكن طبعا تحت اشراف مستر ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى ودكتور احمد جبالة رئيس الجهاز الطبي لفريق النادي الاهلي. باقي اللاعبين الحمد لله حالتهم مطمئنه واكثر من رائعه، وان شاء الله قريبا يكون اكتمال عقد الفريق وكل اللاعبين يكونوا موجودين تحت امر الجهاز الفني عشان لما يحتاجوا في اي وقت ان شاء الله يكونوا عون لزملائهم، باذن الله يكونوا موافقين، وباذن الله النادي الاهلي يكون موافق، وباذن الله بكره يضيف ثلاث نقاط جديده في مشواره نحو لقب العام الدوري العام باذن الله رب العالمين والحفاظ على لقبه العام الثاني على التوالي. هل من الممكن ان نرى اي تغيير غدا في الاسماء الدائما بتكون موجوده ده اولا؟ ثانيا اسامه ابو علي اخباره ايه؟ بطمنك كابتن اسلام، وسام ابو علي موجود في التدريبات بشكل جيد جدا، بيشارك في التدريبات جاهز يعني لمباراه انبي كمان، ولكن مستر جاهز يا كابتن اسلام، كان جاهز كمان لمباراه سيمبا، ولكن طبعا فضل مستر مارسيل كولر عدم الاعتماد عليه، طبعا انت عارف مباراه قويه والفريق الثاني كان ليه برده امل في المباراه، فكانت هتبقى مباراه قويه، فطبعا اكيد ما حبش خاطر بيه في التحامات قويه، ولكن جاهز اذا رغب الجهاز الفني بكلمه مستر مارسيل كولر في اشراكه في الغد، فهو جاهز من الناحيه الفنيه والطبيه بشكل كامل، وموجود في التدريبات بشكل اكثر من رائع. بكره يعني اعتقد ان شاء الله ممكن نشوف تغييرات في يعني في التشكيله الاساسيه كابتن اسلام، في بعض اللاعبين يمكن تم يعني لعبوهم بشكل كبير جدا الفتره اللي فاتت ما كانش في راحه، فاعتقد ان مستر مارسيل كولر كاد يلجا في مباراه الغد لاراحه بعض اللاعبين خاصه اصحاب الخبرات، عشان طبعا في مباراه يعني النهارده بتكلم في بكره الاثنين، الخميس كمان عندك مباراه مع زد، الاثنين اللي بعده الزمالك، الجمعه والسبت اللي بعده مع مازيمبي، فاعتقد ضغط كبير جدا. اعتقد ان مستر مارسيل كولر هي طبعا زي ما حضرتك كنت سامعك في البدايه والمقدمه كابتن اسلام بتقول ان عنده تقريبا 30 لعيب كلهم في نفس المستوى، اعتقد مستر مارسيل كولر هيستغل دوت ويستغل قائمه النادي الاهلي المدججه بالنجوم، وباذن الله رب العالمين يكون دوت حاجه كويسه جدا، خاصه في ظل هذه المرحله الصعبه كابتن اسلام، الدوري العام وفي نفس الوقت دوري ابطال افريقيا في امطاره الاخيره، ان شاء الله يكون موفق في كل حاجه بيعملها، وكمان اللاعبين يكونوا موفقين على ارض الملعب، وباذن الله يبقى النادي الاهلي دايما في المقدمه ويكون دايما رقم واحد. كمان كابتن اسلام اتفضل. طيب برضو يا محمد وانت واقف بقى جوه النادي كده، ايه الاخبار؟ الناس عامله ايه؟ جمهور النادي الاهلي واعضاء الجمعيه العموميه، طمنا برضو وانت بتتمشى كده في النادي اخبار الدنيا ايه؟ كعادة النادي الاهلي يا كابتن اسلام كان اجواء رمضانيه اكثر من رائعه، خلاص يعني بنودع شهر رمضان،
طبعا يعني من اغلى الشهور على في حياتنا كلنا، كلنا بنبقى متعلقين برمضان مش عاوزينه يخلص، ولكن دي سنه الحياه خلاص. يعني بنتكلم في بكره او بعده بالكثير جدا العيد هيبقى الثلاثة او الاربع، ولكن طبعا عائله النادي الاهلي الكبيره هنا داخل فرع الجزيره وكمان المقرات الاخرى سواء مدينه نصر او الشيخ زايد او التجمع الخامس، الفرحه دايما يا كابتن اسلام بتبقى موجوده. عائله النادي الاهلي يمكن يعني بعض اللاعبين من الناشئين او الالعاب الاخرى بيمارسوا تدريباتهم، اولياء الامور موجوده معاهم، كبار السن طبعا عارف حركه الطقوس دايما ليهم اماكنهم المعينه كده سواء في المبنى الاجتماعي او في صاله راتب في الاماكن المحدده ليهم. كمان يمكن شباب النادي الاهلي بقى وشباب صغير اللي بيمارس رياضات مختلفه او رياضه المشي، كمان ملاعب البدل المنتشره في كل فروع النادي الاهلي موجودين فيها، وعائله النادي الاهلي دايما بتنافسوا. وبنشوف حتى كمان حاجه جميله جدا يا كابتن اسلام، دايما تلاقي لاعبي الالعاب المختلفه سواء كره القدم السله الطايره اليد بيلعبوا دايما مباريات بدل مع بعض. دي عائله النادي الاهلي ودي قيمه النادي الاهلي لكل الناس موجوده جواه كابتن اسلام لخدمه العيله، والهدف واحد هو اسعاد كل افراد العيله. وطبعا زي ما كنت بتتكلم انت عبد الرحمن، اغلى عضو في العيله وهو جمهور النادي الاهلي، يا رب دايما يكون في ظهر النادي الاهلي، ويا رب دايما يكون سعيد وفرحان بانتصارات الاهلي دايما باذن الله رب العالمين. طيب عايز اسالك بقى، بما اننا الاسبوع ده فريق الفولي سيدات ورجال وفي انتصارات كتير، قول لي كده اوصف لي العضو في النادي الاهلي في احتفالات على البطولات اللي اتاخدت، ولا احنا خلاص بطوله صفحتها انتهت تماما وبنفكر في البطولات اللي بعد كده داخل النادي الاهلي يعني على ارض الواقع؟ نص ساعة بالظبط، نص ساعة بالظبط عبد الرحمن بنحتفل بالبطولة، ويقول لك احنا لسه ما خدناش بطولة. يعني جمهور النادي الاهلي انت عارف قعدته ما بيشبعش من البطولات ابدا، يعني الحمد لله بسم الله ما شاء الله، يعني اللهم لا حسد، بطولات لا حصر لها في كل الالعاب مش بس الكورة. اعتقد جمهور النادي الاهلي محظوظ جدا بناديه، اعضاء النادي الاهلي محظوظين جدا بناديهم وتاريخه العريق. زي ما بقول لك هي نص ساعة بعد اي بطولة بيحتفلوا وخلاص انتهت، بيبصوا على البطولة اللي بعديها، يمكن بطولة الفولي رجال وبعدها سيدات، في بطولات جاية بقى كمان بيبصوا بقى لكرة اليد والبطولات المختلفة فيها، وداخلين كمان على بطولة السوبر الافريقي وكأس الكؤوس الافريقية. كل يوم هدف جديد لجمهور النادي الاهلي واعضاء جمعيته العموميه عبده، يعني يمكن ما بنشبعش زي ما نقول، ده على جمهور النادي الاهلي دايما يا رب دايما يديمها علينا نعمه، ودايما يا رب يكون في بحث عن بطولات، ويا رب دايما كل يوم يكون في بطوله كده تسعدنا كجمهور النادي الاهلي وتسعد كمان اعضاء جمعيته العموميه. وعلى مر التاريخ زي ما كابتن اسلام يمكن بتفق معاك جدا يا كابتن اسلام، ممكن نكون احنا عشان جوه الحدث مش حاسين بيه قوي، ولكن اعتقد بعد كام سنه كده الناس هتبدا تبص للتاريخ اللي اتعمل في السنين دي، اعتقد هتبقى حاجه مبهره جدا انك بتتكلم تقريبا في 10 سنين انت على طول موجود على الاقل في المباراه النهائيه، ان ما حصلتش اللقب بتبقى في مركز الوصيف، وكمان بتبقى زعلان زي ما كان عبد الرحمن بيقول. فان شاء الله يا رب ربنا يديم علينا نعمه الانتصارات ويديم علينا نعمه الاهلي، ودايما يا رب نفضل كده ننعم بنعمه الاهلي الى الابد باذن الله رب العالمين. شكرا زميلنا محمد توفيق من مقر النادي الاهلي الفرع الرئيسي للنادي الاهلي بالجزيره، تغطيه يعني لتدريب النادي الاهلي وتغطيه لكل